أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية الذين ينتمون إلى تنظيم إرهابي واحد، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. ضمن جهود مكافحة الإرهاب وحفظ أمن الوطن والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، تمكنت الأجهزة الأمنية وفي إطار تنسيقي أمني من إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 من العناصر التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي. عمل الحرس الثوري الإيراني على توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد. جاء هذا التحرك من جانب القيادات الإرهابية إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في توجيه ضربات لهذه التنظيمات أسفرت عن إضعافها وإرباك حركتها في البحرين. هذا التنظيم الإرهابي الذي يقف وراء دعمه وتمويله وتدريب عناصره الحرس الثوري في إيران وأذرعه الخارجية، ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية في العراق وحزب الله الإرهابي في لبنان، تتم إدارته بإشراف مباشر من جانب قيادات إرهابية هاربة وموجودة في إيران والعراق ولبنان، أبرزها عقيل الساري، مرتضى السندي، قاسم المؤمن. بحسب التحريات فإن 48 من بين المقبوض عليهم والبالغ عددهم 116 من العناصر الإرهابية تلقوا تدريبات شملت تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة والبنادق الأوتوماتيكية ومدافع الهاون والار بي جي وأعداد المستودعات والمخابئ السرية. في عام 2015 توجهت إلى مدينة قم في إيران لغرض الدراسة في الحوزة. في عام 2016 أثناء دراستي كلمني مرتضى السندي عن التجنيد والتدرب على السلاح في العراق، فوافقت وأرسلني في نفس العام إلى العراق للتدرب في معسكرات تابعة للكتائب حزب الله العراق. استقبلوني الكتائب ودربوني على عدة أنواع من الأسلحة، BKC، كلاشينكوف، قناصة دراغونوف، RPG، هاون، بوصلة، توصيلات كهربائية، مواد متفجرة. بعدها رجعت إلى نفس المدينة، مدينة قم في إيران، بعد الانتهاء من الدورة اللي كانت استغرقت 10 أيام بالكامل. رجعت التقيت بمرتضى السندي مرة أخرى، عرفني على شخص يسمى أبو مريم الدعسكي. أبو مريم الدعسكي رتب إلي دورة في إيران وخبرني بأنهم يتبعوني لتنظيم سرايا الأشتر. تنظيم سرايا الأشتر يقال من قبل مرتضى السندي. مرتضى السندي يتلقى توجيهاته من الحرس الثوري ومكتب السيد الخامنائي. سنة 2017 كلمني عبد الله الوردي أنه أروح إلى إيران وأتدرب. هو كان موجود في إيران وأتدرب عند الحرس الثوري تبع تيار الوفاء. وأنا وافقت على أن أروح أتدرب. رحت لإيران، دربني اللي كان أول يوم تدريب. جاني شخص اسمه أبو إسماعيل وداني للمعسكر، دربني على الأمنيات. في سنة 2017 رتب لي زياد تابع لتنظيم سرايا الأشتر سفرة للعراق. سافرت للعراق، رحت معسكر تابع لجهة كتائب حزب الله العراقي. استلموني مدربين هناك من جهة كتاب حزب الله العراقي، علموني على العبوات، عبوات تلفزيونية والساتلايت والمخروطية والتلفزيونية، وبعدها علموني على المواد، بعد المواد علموني على الأسلحة، علموني على سلاح الكلاشينكوف والBKC والدراغونوف والRPG. في 2015 تم التواصل مع عبد الله المدني، رتب لي السفر إلى إيران. ذهبت إلى إيران بالتحديد منطقة طهران، اتجهت إلى معسكر تابع حق الحرس الثوري الإيراني للتلقي التدريبات العسكرية. التدريب كان عبارة عن جانب نظري وجانب عملي. اتجهنا للميدان، ففجرنا فيه يعني ثلاث أنواع العبوات فجرناهم. جاني شخص اسمه سيد جعفر وقال لي انه يبغينا يتدرب في لبنان تبع حزب الله، فوافقت على الموضوع انا ورحنا شهر 7 تقريبا، في حدود شهر 7، وبعدها طلعنا الى لبنان
بعد 3 أيام خذونا جاء الشخص ونفسه ودانا الوادي وخلونا نستريح هناك. قال بكرة إن شاء الله أجيكم حق تدريب. يوم ثاني ثالث تقريبا خلونا نرمي الكلاشنكوف وجاب سلاح الار بي جي، بس ما رمينا به، بس رمينا شلون المسافات، شلون توقف ابه، شلون هذا. والفرد طبعا علمنا على الوقفات، شلون وانت واقف وانت قاعد، شلون الطرق الحركه، وقفات مسافات السلاح والكلاشنكوف نفس الشيء. تقريبا ظلنا في هناك حدود 4 أيام إلى 5 أيام موجودين في الوادي. في الاخير اوجه رساله الى جميع الشباب ولا في سواء كانوا في البحرين او خارج البحرين، بالحذر من هذه التنظيمات اللي مشبوهه الاهداف في العراق او في ايران او في اي منطقه اخرى، لان هذا ما لهم اي منطقه ولا اي دوله. في الاخير بس انتم اللي راح تدفعون الثمن وانتم الوحيدين المتضررين. انا حياتي انتهت بهالسبه ان انا راح ادفع الاشياء الخطيره ورحت تدربت وخسرت حياتي وامي قاعد تحسر علي. فلا تنجرون يعني خلف الجهات الخارجيه ايران او العراق، لا تحاولون يعني انكم يقنعونكم باي طريقه ان احنا ورا قاعدهم. يستخدمونا وقت ما يبون، فاذا تجوت او هذا تنتهي حياتكم. ما حب يشكركم، بيجيبون ناس غيركم. يعني انا متاسف على الموقف هذا اللي انا موجود فيه الحين، وما اتمنى يكون احد مكاني في هالموقف، يعني سواء كان شباب صغير كبير اي انسان، خصوصا اذا كان بحريني. ونفس ما قلنا يعني نفس ما انا في بالي وفي رايي ان ايران لو فيها خير كان قضت على الفقر عندها اول شيء، بعدين اتجهت لمني ومني. يعني هذه واحد. اثنين، ايران ما تحبت العرب، يعني الكل عارف، خصوصا الشيعة يعني اذا يتجهون الى ايران يعني يشوفون معاملة الايرانيين بشكل عام، يعني شلون يتعاملون مع العرب. انا انصحكم ان لا تتبعونهم في اي معلومات يعطونكم اياها او اي تدريبات يوصونكم عليها، لا تتبعونهم، لانهم بندمونكم على الاشياء اللي بتسوونها وياهم، ما بتستفيدون منهم لا شيء. ولا لا تيار الوفاء يفيدكم، ولا السرايا تفيدكم، ولا حزب الله يفيدكم، ولا حرس الثوري يفيدكم. تتولى القيادة الإرهابية للتنظيم تكليف المجموعات التابعة لها في داخل البلاد بمهمة وأعمال إرهابية، منها إنشاء المستودعات وتخزين الأسلحة والمتفجرات، رصد ومعاينة المواقع المراد استهدافها، صناعة العبوات المتفجرة، نقل وتوزيع الأموال والعبوات الناسفة، تنفيذ الأعمال الإرهابية. هذا وقد استهدف التنظيم قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر. بالتوازي مع عمليات القبض، أسفرت أعمال البحث والتحري عن ضبط عدد من المواقع التي تستخدم في تصنيع وتخزين العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية.
ومن أهم المضبوطات حوالي 42 كيلوغرام من مادتي C4 وTNT شديدة الانفجار. أكثر من 757 كيلوغرام من مادة نترات اليوريا. أسلحة كلاشينكوف ومسدسات وطلقات نارية وصواعق، عدد من القنابل المغناطيسية واليدوية، عدد من العبوات المضادة للأفراد والمركبات المصفحة وخارقة للدروع، عدد من المركبات التي تم استخدامها في عمليات نقل المواد المتفجرة، 4 قذائف متشظية يتم إطلاقها بواسطة قاذف RPG. وللحديث عن أهم هذه المضبوطات معنا رئيس شعبة مختبر البحث الجنائي. حدثنا عن هذه المضبوطات وخطورتها وأهم النتائج التي أسفرت عن فحصها. نعم، شكرا الرائد يوسف. بالنسبة حق أهم المضبوطات اللي تم ضبطها مؤخرا، هي عبارة عن عدد من القنابل اليدوية بالإضافة إلى عبوات BG7 أو RPG وتستخدم في قاذفات RPG. كذلك تم ضبط كمية من متفجرات C4. فيما يتعلق بخطورة هذه المواد، طبعا بلا شك أن هذه المواد تعتبر يعني مواد عسكرية وأسلحة ذات طابع عسكري، فبلا شك هي تشكل خطورة بالغة إذا استخدمت ضد الأشخاص. فيما يتعلق بعمليات الفحص أو بإجراءات الفحص المخبري، ثبت من خلال الفحص المخبري الكيميائي وكذلك الفحص المخبري الفيزيائي بأن هذه المضبوطات تتوافق في مواصفاتها مع منتجات التصنيع الحربي الإيراني. هذه يعني بشكل عام عن أهم المضبوطات اللي تم ضبطها وارتباطها أو علاقتها بالتصنيع الحربي الإيراني. هذا وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.